أستاذ ماكس، أستاذ ماكس، الحقني بسرعة أستاذ ماكس، أستاذ ماكس، إن أنا سمعته ده صح ولا غلط؟ إيه هو اللي أنت سمعته يا ابني؟ إيه هو اللي أنت سمعته؟ إن في واحد هنا جه وهددك وخد الكتاب الأسري، الكتاب الأسري اللي ما ينفعش حد ياخده ولا يقع في إيد شرير، في شوية تعويذ وطلاسم لو اتقالت هيمتلك القوة، هيمتلك القوة بتاعت الصيان. انت زادت هولو. وفيها ايه يا ابني؟ وفيها ايه لما ياخد الكتاب ويمتلك القوة؟ ها ما انت عارف ان اي حد بياخد الكتاب دوت وبيمتلك القوة ديت هيستعملها في الشر، قليل جدا ما يستعملها في الخير. انا متأكد ان المدينة كلها دلوقتي تحت خطر. اسمع كويس، عايز اقولك على حاجة. بما انك حفيدي، مش انا يعتبر جدك؟ ايوه برضو مش عارف ايه الهدوء اللي نازل عليك ده. بقولك المدينة كلها تتدمر، بل بالعكس ممكن بلاد كتيرة تتدمر بسبب الكتاب. ما تخافش، الكتاب مش غبي ابدا. الكتاب اذكى مننا كلنا. ها يعني ايه الكتاب اذكى مننا؟ انا مش فاهم حاجة. الكتاب اللي هو خده لو قرى الطلاسم والتعويذ اللي فيه هياخد قوة غير عادية، وهيمتلك فعلا زي ما انت قلت قوة السيان. الهدوء ده انت وانا كأني في حاجة خالص. مش انا لسه بقولك الكتاب ذكي، الكتاب اذكى مننا كلنا. الكتاب ده ليه قصة كبيرة احكيها لك دلوقتي، وهي ان لما القوة ديت بتيجي الواحد نيته شر وانه يستعملها في الشر، القوة بتموته وبيتدمر قبل ما يستعملها وقبل ما ينفذ الافعال اللي في دماغه. ها وانت مين اللي قالك القصة دي؟ مين اللي قالك القصة دي يا جدو؟ احكيها لك دلوقتي. كان يا مكان يا سعد يا اكرام، ولا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، احكي يا جدو. اولا كده الكتاب دوت بيختار صاحبه. ما بص حالتك بقت عاملة ازاي، مش شايف نفسك يا اخوك دلوقتي؟ اقول لك على حاجة، عارف انا بقيت اعرف اهزمك ليه وقوة السيانة عندي زادت؟ بسبب الكتاب اللي معايا، الكتاب اللي يخلي القوة بتاعت السيانة عندي اضعاف اضعاف. ولو ما عنديش قوة سيان هتديلي كمان قوة سيان. كتاب كله طلاسم وتعويذ يعتبر انا اللي عاملها. انا شايف اللي انت بتعمله ده غلط، شايف اللي انت بتعمله ده غلط. صدقني يا بلاك انت بتعمله ده غلط. سلم نفسك احسن وسلم الكتاب، علشان انا برضو مش عايز لحد دلوقتي اقتلك. والمشكلة انك مش هتعرف تقتلني، لان فعلا الكتاب ده قوته مهولة. خلاص كده يا غوكو، انت تودع نفسك وتودع كل حبايبك. يبقى انت ما سبتليش حل تاني يا بلاك. كتاب في اسرار قوة السيان لكن ما فيهوش سر الغريزة الفائقة. ازاي؟ الكتاب دوت يا غوكو لازم يتشال بعيد عن متناول الناس. طب وهنعمل ايه يا معلم روشي دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ هو طبعا مش هيتشال بعيد عن متناول الناس لمدة كبيرة، اكيد هيقع في ايد حد معين او في ايد ناس كتير انت وحظك. وانت قلت بنفسك يا معلم روشي، انت قلت ايه الحل بقى؟ ان احنا نلقى عليه تعويزة ولعنة تخليه اول ما حد يبقى نيته وحشة ونفسه يستخدم القوة ديت في الشر ويقرأ الكتاب، القوة والكتاب يحسوا بده، فساعتها القوة اول ما تخش جسمه تدمره. لكن القوة هتتعاون مع اللي نفسه يستعمل الخير. هو ده الحل فعلا يا معلم روشي، هو دوت الحل. احب اهنيك انك انت عرفت تقضي على غوكو بلاك. بجد انا مش مصدق لحد دلوقتي، ولكن دلوقتي يلا بينا نلقي التعويذة ان الكتاب يبقى اذكى من البشر ذات نفسهم. هي ديت الحكاية. ايه رأيك بقى في الحكاية؟ ايه رأيك في الحكاية يا مارك؟ انا بصراحة مش داخل عليا خالص الكلام ده اصلا. يعني انا في كتاب يبقى ذكي واللي ياخد القوة بتاعته لو هو عايز يستخدمها في الشر يدمره، وانت ايه اللي مخليك تصدق الحاجات اللي اي كلام دي بس يا جدو؟ مشكلتك انك مستهين بمعلومات جدك يا ولد. انا عارف انا بقولك ايه كويس، هتشوف كمان شوية. والميزة في الكتاب ده
انه بيرجع مكانه. بقى هتلاقيه بين الكتب اللي انت شايفها قدامك دي من غير ما حد يجيبه، بيرجع لوحده مكان اخر مرة كان موجود. لما نشوف يا جدو اكيد هنسمع الاخبار وهنعرف اللي انت بتقوله ده كلام حقيقي ولا كلام اصلا كله ما يخشش على بال بني ادم. هتشوف هتشوف يا ولد. ايوه 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 انا واقف واقف في نص المدينة، واقف في نص المدينة لوحدي. ليه؟ علشان معايا كتاب، معايا الكتاب خلاص، وعامل حسابي ان كل حاجة هتبقى تحت ايدي، بدل ما انا كنت فقير ومش لاقاك والناس الاغنياء هم اللي عايشين دلوقتي، هيبقى كله تحت ايدي بعد ما اقرا التعويذه اللي هقراها دلوقتي. طوبوري جيمي جرا، ابعد عني احسن لك ياه. التعويذه دي، ولكن المفروض ان دلوقتي بدات احس بتدفق القوه جوا جسمي، تدفق القوه. سلم نفسك، سلم نفسك احسن لك، سلم نفسك علشان ما نضربش عليك نار. انا مش عارف، انا مش عارف انت ايه الكتاب اللي في ايدك ده، ولكن شكله خطر من ثقتك بنفسك. سلم نفسك انت والكتاب ومش هيحصل لك اي حاجة، وطبعا لو خالفت اوامرنا هنضربك بالنار. يا حتى لما الواحد يبقى فقير بتبقوا مش عايزينه يبقى غني. انا دلوقتي هيبقى عندي قوة، اقدر ادمر المدينة كلها باللي فيها. ايه اللي بيحصل؟ ايه الايادي اللي طالعه من تحت الارض ومن ظهري دي؟ هو في ايه؟ انا جسمي حرفيا بيتدمر. الايد بتاعت الدم دي بتسحبني لتحت. لا لا لا. هو مات لوحده، المهم اتعملت بنفسها. حاجه غريبه، ولكن برضو ما تبقاش واثق من كده، احتمال يكون لسه عايش. لسه عايش ايه؟ ده ولا كان في سحر قتله. خدت بالك؟ خدت بالك ان في ايد من دم طلعت من تحت الارض قامت قتلاه؟ انا بصراحه استغربت جدا. ايه الخبر انا شفته ده دلوقتي؟ معقول اللي انت قلته طلع حقيقه؟ قلت لك على اللي هيحصل كويس، انا عارف. ودلوقتي الكتاب كمان دقيقه وهتلاقيه رجع مكانه عندي في المكتبه. واو، ده الكتاب ده فعلا كده طلع اسطوره. مش عايزين نورط نفسينا مع الكتاب ده، انا سايبه موجود هنا وكأنه مش موجود. انا فعلا صدقت اللي انت قلته دلوقتي، صدقت. انا شفت في الخبر ان صاحب الكتاب مات لوحده فجأة، بيقولوا في ايد عبارة عن دم طلعت من تحت الارض قامت مموتاه. نفس الموتة بتاعت كل واحد يجي ياخد الكتاب. يا ترى الكتاب دوت هيكون من نصيب مين المرة الجاية؟ وهل هيعيش بسببه ولا هيموت ومش هيمتلك القوة؟ عمر يا عمر، انا مش عارفه انت ازاي مفوت خروجه زي ديت. انا مأجره اللانش ده عشانك، علشان تخرج وتفك شويه بدل ما انت على طول كده بتذاكر وعلى طول محبوس في البيت. يا واد انت رد عليا، تعال انزل اقعد معايا شويه. نعم يا ماما، انا مش فاضي دلوقتي، مش فاضي خالص، علشان دي حته معينه عايز اقراها، حته معينه شغله دماغي جدا. يا نهار ابيض، يا دي القرايه، الواد مش مدي فرصه لنفسه حتى يشوف الحياه العاديه، يقرا وبس. انا مش عارفه ازاي دماغه ما فرقتش لحد دلوقتي من كميه المعلومات اللي بيقراها دي. واو، معقوله كل ده حصل في التاريخ؟ بقى كل دوت التاريخ حصل فيه بالظبط من اول سنه 1870 لحد 1890. واو، حرفيا كميه عظمه في التاريخ وكميه جمدان. نعم يا ماما، عايز ايه بقى؟ انا هوت. تعالى يا واد اقعد شويه، اقعد وفكك بقى من القرايه، فك شويه كده. انا مأجره والله العظيم السفينه ديت عشانك، مأجرها يوم واحد علشان تتبسط وتلعب زي بقية الأطفال، بدل ما انت على طول كده حاسة نفسي إن ابني عنده حاجة وتسعين سنة، أمال أنا أكون إيه؟ حاضر يا ماما، بس أنا بجد 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 مش عارف أنت ليه ما بتحبنيش أقرا، مع إن القراية ديت هي أساس الحياة، من غير ما أقرا هيبقى دماغي حرفيًا عبارة عن كورة بولينج مش أكتر، لكن لما أقرأ كتير أقرأ كتير هبقى ذكي جدًا وهنمي المعلومات اللي عندي ودماغي هتبقى حلوة جدًا، ساعتها ممكن أطلع عالم، عالم كبير جدًا معروف زي بقية الناس المشهورة ديت، وآخد برضه جايزة نوبل. جايزة نوبل؟ يخرب بيت النضارة وأنت شبه هاري بوتر كده يا ولد. يلا بينا نروح، شكلك مش هتخليني أعرف أقعد في السفينة، وكنت فاكرة القعدة هتبقى حلوة وإنك هتلعب زي بقية الأطفال وأجيب لك العوامة وتنزل تعوم بيها في المية. يا حوستي، جايبة ولد تحس إن هو عنده 90 سنة. يلا بينا نروح يا واد. صح يا ماما، يلا بينا نروح علشان أنا عندي كتاب
عندي كتاب مهم جدا برضو في البيت كنت سايبه والمفروض اقراه. يعني انا يا واد مأجر لك المكان دوت علشان عامل حساب انك هتتبسط يوم اجازتك. يعني يا نهار ابيض اللي جاب الراجل ده هنا دلوقتي؟ انا مش فاهمه هو انت عايز مننا ايه تاني؟ ها عايز مننا ايه تاني؟ مش فاهمه هو انت على طول كده طبب في حياتنا انا وابني؟ يا مدام هو انت اول مره تشوفي خلقتي ولا ايه؟ ما انا على طول موجود معاكم في نفس المدينه وانت عارفه ان انا باخد اتاوه منكم على طول من اول ما جوزك مات. عندك مانع؟ الاتاوه دي حقي. حقك ازاي؟ انت عارف يعني ايه كلمة اتاوة؟ عايز اقولك ان كلمة اتاوة في المعجم وفي القاموس العربي معناها ايه ده بقى؟ والواد ده يخشيلي تاني في الشغل ده ولا انا ما بحب الشغل القراءة ده؟ اكتب معايا انتوا تدوا الفلوس وخلاص. عارف يعني ايه اتاوة؟ اتاوة يعني تدوا الفلوس لهمبلويز. شفتوا خالصة ازاي؟ يلا يا ست الكل اديني الفلوس بالادب بدل ما استعمل قلة الادب. هتستعمل قلة الادب صح؟ انا مش عارفة انا ازاي بديك اتاوة بقالي 10 سنين وكل ما اقول للشرطة مش عايزين يحبسوك قال ايه مش قادرين عليك. ليه انت مين انت؟ لا 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 اقولك انا مين؟ لا انا اللي دعم من عمر سنين. انا حنبلايز. حنبلايز يجي وراها على طول الكلمة البويز. وكلمة بويز في اللغة العربية معناها ايه يا حبيبي؟ ها كلمة بويز معناها ايه في اللغة العربية؟ يا بويز في اللغة العربية معناها ما تسكت بقى. ما تسكت بقى انت كمان. الراجل عايز ياخد مننا اتاوة تقوم تقول له كلمة بويز ايه؟ ايه ما بنروح على الواد. يلا الفلوس بقى. يلا بقى الفلوس بدل ما اخد العربية بتاعتك وامشي وساعتها تمشوا على رجليكوا. انا مش عارفة بجد. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل. خد خد امسك بالسم الهاري. العب اتاري. سلام وانا مش داري. سلام بقى. واحنا ليه كل شاب نديله فلوس؟ ها واحنا ليه كل شاب نديله فلوس؟ انا مش فاهم. مع اننا مش بيعمل لنا اي خدمه. هو المفروض ان اللي ياخد فلوس يبقى في مكانها مقابل، في حاجه مقابل الفلوس ديت. تعالى افهمك في البيت كل حاجه. تعالى انت عارف انت عارف بجد يا عمر ان انا حاسه بخيبه كبيره قوي منك. حاسه بخيبه كبيره قوي انك انت ولد بس الايه ذكي ولا منك بتعرف تدافع عننا ولا اي حاجه. يا عمر يا عمر بدل ما تتعلم اي حاجه تدافع بيها عن البيت عمال تقرا لي. انت خلصت المكتبه كلها بتاع باباك. عارف باباك لو كان هنا؟ عارف باباك لو كان هنا كان عمل ايه؟ عايز اقول لك ان هو كان انقذنا على طول. بس هو مش هنا يا ماما. بس هو دلوقتي مش هنا. ما تلومنيش على كده. انا هو دوت اللي قدرت اعمله ان اكمل اللي بابا كان عايزه ان اقرا الكتب دي كلها. لكن انت دلوقتي بتلوميني علشان بابا مات فاكره انا اللي موتته. انت مش عارفه ان ده كان قضاء ربنا وطلعت حادثه. على فكره يا ماما انت بتلوميني على حاجه انا ماليش ذنب فيها. بابا لو كان هنا بقى. بس هو دلوقتي مش معانا. على السلامه يا ماما. كل مره تكلميني في الموضوع ده وكان انا اللي غلطان. انا بجد مش عارف بجد مش عارف ايه ده. عمر عمر استنى يا عمر. ما كنتش قصدي ان اضايقك والله. يا عمر ماما سيبيني اقعد لوحدي شويه. عايز اقعد لوحدي مش عايز اكلم حد خالص. انت شايف يا عمر بس انا والله ما كنت قصدي ان اضايقك يا حبيبي. انا مش عارفه بجد. انا مش عارفه ايه اللي انا قلته ده. انا بس علشان متضايقه من موضوع الاتاوه والموضوع الفلوس انا بدفعها للراجل البلطجي ده بقيت غصب عني متعوده ان اقول الكلام ده وانا متعصبه. انت لو كنت موجود هنا يا هادي لو كنت موجود هنا انت هتحمينا علشان انت جوزي. ربنا يرحمك. زي ما انتم شايفين كده ملوك السعاده هي ديت حياتي. ايوه في الفيلم دوت حياتي هي عباره عن اني بس ضعيف مش اكتر. انا ضعيف ولكن ذكي. ذكي بشكل لا يوصف. وبصراحه حبي في القرايه جه كان بسبب بابا. بسبب بابا الله يرحمه. هو بابا اللي خلاني اقرا الكتب ديت من صغري. فطبعا انا طلعت حابب القرايه وفي نفس الوقت بقى عندي معلومات كتيره جدا. ما طلعت ازاي بقيت الولاد والشباب اللي دايما بيبقى عندهم عضلات وأقوياء كده علشان يعرفوا يدافعوا عن مامتهم ويعرفوا يدافعوا عن نفسهم في المواقف اللي انتوا شايفينها ديت. لكن المشكله ان القرايه وحب للعلم خلاني ضعيف كده فجاه. خلاني ما اهتمش باي حاجه غير العلم حرفيا. حتى مش بهتم بنفسي. مش بهتم بالاكل. مش بهتم بالشرب. مش بجوع. مش بهتم باي حاجه. ما عشتش الطفوله بتاعتي. طيب انا بصراحه
حاسس ان الموضوع قلب حزن جدا، ولكن لحظة نوقف الفيديو كده لحظة ونفصل شوية واقول لكم ويا مساء السعادة بكميات زيادة. عاملين ايه احلى ناس في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنسوش قبل ما نكمل الفيديو دوت نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ولو انت لسه ما عملتش لايك مستني يدوس على لايك دلوقتي. ما تخافش اللايك ببلاش مش بفلوس، وكمان مش هتتكهرب ومش هتتعد. معلش يا ملوك السعادة لو الصوت مختلف شوية بسبب ان زوري تعبني جدا والله العظيم، فيا ريت بقى تستحملوني لو الصوت مختلف. طيب بصوا يا ملوك السعادة، بجد 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 انا عايز اقول لكم اني مبسوط جدا منكم والله بجد. انا ربنا يعلم انا بحبكم قد ايه بسبب الكومنتات اللي انا شفتها منكم مره واحده ديت، يعني كميه حب غير عاديه والله. انا كنت ودي اطلع لكل واحد كده بس من الشاشه وادي له بوسه بسبب الكومنت الجميل اللي هو كاتبه. ده غير طبعا اللايكات، بسم الله ما شاء الله، علشان عارف كل ما بقول لكم انتوا عملتوا لايكات محدش بيدوس لايكات وفي الاخر الفيديو بيقع مع اني بكون تعبان جدا في الفيديو. فطبعا خليكم ثابتين على مبدأكم واعملوا لايكات، وكمان اعمل شير لاصحابك واعمل اشتراك علشان نوصل 200 الف مشترك في اقرب وقت ممكن ان شاء الله. غير طبعا كمان النصايح اللي انتوا كتبتوها في الكومنتات بصراحه كانت في منتهى الجمدان وهايله جدا والله. طيب زي ما احنا طبعا متعودين هنقول النصيحه بتاعت النهارده، وهي حرفيا بجد يا ملوك السعاده الاخلاق اكيد هتبقى في نفس الوقت سيرتك حلوه، وزي ما احنا عارفين السيره اهم من المسيره. يعني لما الواحد بيموت ربنا يديكوا طولة العمر والصحه والبركه يا رب، اللي بيبقى منه بس السيره بتاعته. سيرتك هي اللي بتكمل في الارض، يعني لو انت بتعمل عمل خير واخلاقك بس كويسه الناس كلها تقول ربنا يرحمه ده كان راجل كويس. وطبعا طول ما انت عايش صدقني طبعا الناس كلها تحبك طول ما انت اخلاقك حلوه جدا. وطبعا ما ننساش الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اقربكم مني منزلا يوم القيامه احسنكم اخلاقا. تخيلوا كده، بس الحاجه الوحيده انت ممكن تعملها طبعا مع الصلاه انك تبقى عندك اخلاق كويسه جدا، هتقعد يوم القيامه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، انت متخيل؟ علشان بس اخلاقك بس كويسه. فنحاول بجد يا ملوك السعاده نبقى على خلق ونخلي سيرتنا احسن مما سيرتنا. بحبكم جدا والله يا جيش ملوك السعاده، وربنا يعلم انا يعني انا بقرا الكومنتات بتاعتكم اللي انتم بتكتبوها تحت، فبستفاد منكم من النصايح اللي انتم بتكتبوها. اكيد في منكم بيبقى عنده نصايح مثلا من البيت، نصايح من المدرسه، نصايح من اي حته قراها او شاف فيديو او اي حاجه. انا بتعلم منكم والله، وكلنا بنتعلم من بعضينا، ومفيش اي حاجه خالص تقول لا ده اصغر مني او ده مش ينفع اخد منه معلومه. على فكره انا عارف ان في منكم صغيرين جدا والله باخد منه المعلومات ديت وكاني باخدها من حد كبير. خدوا بالكم مفيش حاجه اسمها انت اصغر مني فمش هاخد منك المعلومه خالص. عادي ممكن يكون واحد اصغر منك بكتير لكن عنده معلومات اكتر من الكبير بكتير جدا. هي ديت يعتبر نصيحه اليوم الاخلاق يا ملوك السعاده. وطبعا زي ما احنا متعودين هنقول سبع اسماء من جيش ملوك السعاده، ودلوقتي اول اسم محمود مصطفى، وتاني اسم محمد، وتالت اسم اسمه مراد، ورابع اسم احمد، وخامس اسم مهند، والسادس اسم حسن، والسابع اسم نور. يلا بينا دلوقتي ننزل نكمل قراية، علشان بصراحة أنا كل الكتب اللي عندي خلصتها كلها، فاضل بس إن أجيب شوية كتب تانية نفسي أجيبها علشان عايز أطور من نفسي. تخيلوا إن أنا قرأت الكتب دي كلها اللي موجودة هنا، أنا قرأت الكتب دي كلها ولسه بصراحة ما اكتفيتش. معلش يا عمر أنا آسفة، أنا ما كنتش قصدي طبعًا إن أنا أضايقك بالكلام إمبارح، ولكن ده كله كان غصب عني يا حبيبي. انا عامله لك السندوتشات اللي انت بتحبها، واكتر من مره اقول لك غير الشنطه اللي انت بتروح بيها المدرسه دي. مش عارفه ليه انت ليه عايز الشنطه دي، انا معايا فلوس اجيب لك شنطه تانية يا حبيبي. اولا يا ماما انا مش زعلان وما تقلقيش، خلاص انا نسيت الموضوع. والتاني حاجه يا ماما الشنطه دي بتاعت بابا، بابا كان بيحكي لي هو عايش الله يرحمه ان هو كان بياخدها معايا دايما المدرسه، وكان دايما بيحط فيها الكتب بتاعته، يعني اعتبر الشنطه دي من ريح بابا، فاستحلى ان اسيبها يا ماما. اللي انت شايفه يا عمر، اللي انت شايفه، انت عايز حاجه وانت جاي؟ عايز فلوس؟ الصراحه ايوه، انا كان في كام كتاب كده كنت عايز اجيبهم من المكتبه، علشان انا خلصت كل الكتب اللي تحت هنا، فلو ينفع بس كده كام جنيه اجيب بيهم كام كتاب. حاضر يا حبيبي، اتفضل خد. طبعا اتفضل خد الفلوس دي. حلو يا ماما كده، شكرا. انا بعد ما اخلص المدرسه هطلع المكتبه وهجيب الكام كتاب اللي انا كنت عايز اجيبه. يلا مع السلامه. انا كنت زعلان جدا من ماما امبارح، ولكن طبعا مهما حصل لازم اسامحها، لان هي في الاول وفي الاخر ماما، يعني تعمل اللي هي عايزاه بصراحه، وكده كده مهما عملت برضه لازم اسمع كلامها علشان تبقى راضيه عني. طيب تمام، يلا بينا دلوقتي بقى نروح المدرسه. اخيرا عرفنا انت فين،
انت في الحمام احنا عارفين، ما تقلقش. في حاجة ولا ايه؟ في حاجة؟ احنا سمعين عنك انك اذكى طالب في المدرسة، تمام؟ وطبعا احنا جينا لك مخصوص، احنا عارفين انت ما تعرفناش. ما هو دي حقيقة، انا ما اعرفكوش، انا اول مرة اشوفكم. وانا اول مرة اشوفك، او اقول لك اول مرة اشوف هاري بوتر في الحقيقة. تصدق وفعلا شبه هاري بوتر. طيب بقول لك ايه، بقول لك ايه، انتوا بتتنمروا ولا انت يقلي؟ يا عم اسمع بس، مش وقت واسئلة، احنا عايزين منك كام حاجة كده تعملها لنا بسرعة. يا ترى ايه هي بقى الكام حاجة دول؟ الكام حاجة دول ان انت هتغششنا بس في الامتحان، انت كده كده مش معنا في نفس السنة، ولكن كلهم بيقولوا انك انت اصلا لو عايز تتخرج دلوقتي هتتخرج من المدرسة، احنا في سنة خمسة، تمام؟ عايزين بقى طبعا معلوماتك دي تيجي معانا الامتحان. فاهم حاجة ولا مش فاهم، ولا شكل غبي ولا ايه؟ لا طبعا انا مش هقبل ان اغشش حد، حرام، الغش حرام، وانا مش هغشش حد ابدا، من غشنا فليس منا. يا عم الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام يا عم، بس انت بنغششنا كلمة كده عشان ما نسألش. لا انا مش موافق. مش موافق؟ يبقى انت كده جبت النهاية. وانت مع الناس الغلط. ها تعالى. سيبوني، سيبوني براحتي، سيبوني، انا مش عايز اغششكم. بس يا خدي. ماشي مش اشكال، اتضربت اهو بقى فعلا، وشي متشوه وكله يعتبر فعلا علامات، وبس اتعالجت، اتعالجت عادي. انا مش عارف بجد، نفسي ابقى قوي فعلا، كان نفسي ابقى قوي زي بابا. بابا على قد كده كان بيقرا كتير، كان ذكي، ولكن كان في نفس الوقت قوي، لكن انا حرفيا يعتبر هفق جدا. طيب انا بجد 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 بدات اتعب. اخ الحمد لله عدت على خير، وان مفيش حاجه في ايدي اتكسرت. طيب هي ديت المكتبه. هي اهلا، وفين الراجل دايما بيقف هنا؟ انا هنا، انا هنا. خير يا ولد؟ عايز كتاب ايه؟ ايه ده؟ وايه اللي حصل لوشك؟ ها ايه اللي حصل لوشك؟ يا بصراحه المفروض ان انا ما احكيش حاجه، المفروض ان ما احكيش حاجه علشان ماما كانت معلماني كده، مش اي حد احكي له اي حاجه. براحتك، براحتك يا ولد، شوف الكتاب اللي انت عايزه ايه وخده. لا طبعا، بس انت واحد غيرهم، انت غيرهم اكيد، انت من زمان وانا بجيب منك كتب انا وبابا، وانا عارفك كويس. بص احكي لك بصراحه، انا تعرف ان انا بحب القراءه جدا، وان انا يعتبر ذكي جدا زي بابا اللي كان بيجي ياخد منك الكتب. ايوه ايوه ايوه، باباك طبعا ده كان حبيبي الله يرحمه. مالك بقى؟ بصراحه دايما في واحد بيجي البيت ياخد مننا قتاوه، والراجل ده مضايقني جدا، ومش عارفين نتكلم معانا وماما، ولكن بندفع له الفلوس وخلاص. ده غير ان انا النهارده خدت علقه، خدت علقه ما خدهاش بني ادم، يعني ما خدهاش حرامي الناس بتجري وراه. انا ده كله عشان ما رضيتش اغشش العيال اللي كانت اكبر مني في المدرسه فضربوني علقه. اخ حياه فعلا، بس الحمد لله. هقولي طيب. بص يا ولد، انا عايزك ما تشيلش هم اي حاجه، شوف الكتاب، شوف الكتاب اللي انت عايزه واشتريه على حسابي. اتهزر؟ هديه، هديه مني، ما تقلقش، انا مبسوط ان في طفل قدك بيجي يشتري من عندي الحاجات دي. اطفال الزمان ده مختلفه، اطفال الزمان ده بتقعد دلوقتي على السوشيال ميديا والحاجات دي دلوقتي، لكن انت بتقرا ودي حاجه جميله. شكرا ليك بجد يا عمو، شكرا ليك. هي لحظه، هو ايه الكتاب دوت؟ ايه الكتاب ده؟ الكتاب ده وقع في ايدك. اخ ما انصحكش انك تقراه، ولكن مش يعني مش هعمل لك اي حاجه، لو عايز خده، الكتاب ده قديم جدا يا ولد. هو واضح انه قديم فعلا، ده شكل ورق بتاعه عمري ما شفته قبل كده. هاي ده من سنة كام ده؟ لا ما تركزش، ما تركزش، ده ممكن يكون بقاله أكتر من 500 سنة. واو، كتاب أكتر من 500 سنة. طب أنا ينفع أخد الكتاب ده طيب ولا مش هتوافق؟ أصل يعتبر الحاجة دي يعتبر أثر أصلا. موافق موافق، خده خده ولا يهمك. شكرا ليك بجد يا عمو، شكرا ليك، أنا أخد الكتاب ده وتقرأه في البيت. يلا مع السلامة. مع السلامة يا ولد، مع السلامة. الكتاب دوت لو انت نيتك سالكة وقلبك ابيض، اعتقد انك انت هتمتلك قوة السهيان، وساعتها كل مشاكلك هتتحل. ماما 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 انا جيت، يلا عايز حاجة؟ معلش عشان بس في كتاب مهم عايز اقراه. يلا سلام. ايه ده، هو الواد داخل كده البيت من غير ما يسلم علي ولا يشوفني؟ هو في حاجة ولا ايه؟ انا مش فاهمة. ماشي سيبه براحته. طيب تمام، اعتقد ان انا بس مش عايز ماما تشوفني دلوقتي، عشان طبعا لو شافت وشي هتقعد بقى تتخانق معايا وهتفتكرني ان انا اللي بعمل مشاكل في المدرسه. الكتاب ده بصراحه لازم اقراه بكل هدوء، واقراه كده لوحدي بعيد عن اي دوشه. هي بس لحظه، انا مش فاهم حاجه، هي لغته غريبه كده ليه؟
هي ايه اللغة ديت؟ تعالى كده نقرأ شابلانجا. ايه شابلانجا دي؟ طيب انا هقرأ واكيد هفهم كلمة من اي جملة. كاراماشو بيكالابو. ايه ايه اللغة دي؟ ها ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ جسمي وانا فين؟ هاي ماما وانا جيت هنا ازاي؟ لحظة فين الكتاب؟ ماما فين الكتاب يا ماما؟ كتاب ايه؟ انا مش هامة كتاب ايه حبيبي؟ اسمع يا عمر، انت شكلك واضح انت اتضربت في المدرسة مش كده؟ انت عملت خناقة، فهو ده ممكن يكون بيخليك كده متوتر او جابلك ارتجاج في المخ ولا حاجة. انا كويس يا ماما. يعني ايه مش لاقي الكتاب؟ ها الكتاب ما تعرفيش هو فين؟ لا يا حبيبي ما اعرفش الكتاب ايه اللي انت بتتكلم عنه، انا لقيتك مرمي على الارض واتخضيت عليك. انا كويس يا ماما، انا كويس، سيبيني دلوقتي بعد اذنك لوحدي شوية. انا هشوف مين اللي بيرن، اشوف مين اللي بيرن تحت، اكيد اللي اسمه حنبلايز ده. حسبي الله ونعم الوكيل. انت عايز ايه تاني؟ انا مش لسه مديك فلوس امبارح؟ حرام عليك يا شيخ. ايه في يعني اتكلم كتير ولا انت تديني فلوس وانت ساكته وليا انت؟ انا دلوقتي معيش فلوس. بعدين والله معيش. يبقى تتدربي ولا اقولك هتموتي؟ ايوه هتموتي احسن. اي انت مفيش الكلام ده، خلاص مش هندفع لك اتاوة تاني. انت بصراحة راجل نصاب وراجل عايز فلوس كده وخلاص مش اكتر، ما تتعب في الفلوس شوية وتشتغل. اسمع يوه، انا موتك انت وامك والبيت ده يبقى بتاعي والعربية تبقى بتاعتي، ده اسهل. اسمع انا ممكن اكون ضعيف لكن حرفيا صدقني مش هخليك ابدا تلمس ماما باي ضرر. طب اهو بص هضربه لك اهو، خد يا وليا. ماما انت مديت ايدك على ماما قدامي، انت مش عارف انت ايه اللي هيحصل لك دلوقتي. انا اكلم لك الشرطة. شرطة؟ ليه انت واقف ورطة؟ انا لو كان بابا كان موجود كان قدر يحمينا، كان قدر يحمينا، بس انا المفروض ان انا ابنه، المفروض ان ابنه. خد دلوقتي انا اموت امك، اموتها وارتاح عشان ما بتدفعش اتاوة. حرام عليك، حرام عليك بجد، انا مش عارفة ذنبنا ايه. طيب يلا ودعي نفسي. ماما خط احمر، بعد كده اللي هيقرب من ماما هيموت، مش هيبقى لي عيشة تاني على الكوكب دوت. ايه ده؟ هو ايه اللي جرى؟ دلوقتي نهايتك على ايدي يا حنبلايز. هاي ماما، ماما انت كويسة؟ ماما عمر انت كويس؟ انت اهم حاجة. هو ايوه انا كويس، انا مش عارف انا ايه اللي حصل فجأة ليا، شكلي اتغير 180 درجة وكمان قوتي، حاسس ان شكلي بقى اقوى بكتير. ده هو اللي حصل لشكلك؟ شعرك بقى ماله؟ وعضلاتك طلعت امتى؟ والله ما عارف صدقيني، ولكن ايا كان اللي حصل لي فهي حاجة جامدة جدا، حاجة جامدة جدا حرفيا. طيب اعتقد ان بقى الحاجة الجامدة ديت بيطار لازم اخده، مهم جدا. اعتقد ان في ولد قدر يستعمل قوة الكتاب والكتاب قدر يقبله. انا بجد مش مصدق اول واحد من ساعة غوكو السيان. اهلا 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 وسهلا. اهلا، بص بقى كويس، علشان احنا بصراحة امبارح استفزنا منك والمرة دي استفزنا اكتر. انك انت مش عايش تغششنا وسقطنا بسببك انت، وعقوبة ان احنا سقطنا ان احنا نضربك انت. تعالى كده معانا بالادب والذوق الاوضة اللي احنا هنقول لك عليها علشان نضربك بعيد عن اي حد في المدرسة وبعيد عن المدير. ايه انتوا متأكدين انتوا عايزين تودوني بأوضة محدش شايفنا فيها علشان تضربوني؟ ايوه. ايه خايف؟ واو انا مرعوب، مرعوب حرفيا. عارفين عارفين، تعالى ورانا، تعالى تعالى وإلا هنضربك. حاضر حاضر، جاي وراكم جاي وراكم. فين الأوضة؟ هي دي؟ ايوه خش خش يلا. من عينيا من عينيا. يلا يلا بينا بقى نخش نضربه، تعالى. يلا ايه ده؟ هو فين الواد اللي كنا لسه شايفينه؟ هو مين ده؟ مين ده؟ طب واضح ان احنا جينا غلط. تقريبا كده. يلا بينا نمشي احسن. يلا بينا نمشي. انا اسف
ولكن محدش فيكم هيمشي نهائي. هتعمل فينا ايه؟ هتعمل فينا ايه؟ بعدين لحظة، هو انت ساحر؟ اتحولت ازاي للكومة دي بالشكل ده اصلا؟ شفت بقى ايه الدنيا دوارة وكما تدين وتدان حرفيا. يلا بينا نشوف مين اللي هيضرب التاني. خلاص. طيب اعتقد ان احنا كده خدنا حقنا وربناهم فعلا وعلمناهم درس عمرهم ما ينسوه ابدا. وبس كده ملوك السعادة ويكون فيديونا ده خلص. يا رب يكون الفيلم عجبكم، محدش فيكم ينسى اللايك بتاعه والاشتراك في القناة عشان تشوف كل فيديوهاتنا الجاية جامدة. و سلام.